ومع كل فكرة تانية بقولها له والفكرة دي تنجح معانا كان بيزود لي مرتبي 2000 درهم. يعني بدل ما كنت باخد 5000 درهم في الأول، دلوقتي بقيت أخد 7، وبعدين من 7 ل9، ومن 9 ل11، وقعد مرتبي يكبر ويكبر ويكبر لحد ما وصلت ل23000 درهم في الشهر. وبصراحة أول ما مرتبي وصل ل17000 درهم في الشهر، اقترحت عليه وقلت له احنا لازم نفتح فرع تاني لينا في منطقة لسه جديدة ولسه فيها عمران جديد ويعني مباني سكنية جديدة. السلام عليكم، معاك اخوك محمد. في البداية ما تنساش تصلي على النبي، ويلا قوم جهز قهوتك اللي انت بتحبها او مشروبك اللذيذ اللي انت بتحبه، وما تنساش اللايك سبسكرايب والشير، ويلا نبدأ قصتنا. انا انس. قصتي بدأت لما خلصت المرحلة الاعدادية. احنا من عيلة فقيرة وعلى قد حالها، ففي يوم من الايام اتفاجئت بوالدي بيقول لي انت محتاج تعتمد على نفسك بدون اي تدخل مني، لا وخلاص انت كبرت والمفروض تساعدني في مصاريف اخواتك. فلما سمعته بيقول لي الكلام ده سكت كده اللحظات، ورديت عليه بكل تلقائية وقلت له ازاي يعني يا بابا، انا لسه بدرس ولسه هخش ثانوي ولسه اساسا ما كملتش تعليمي. فرد هنا علي وقال لي بص يا انس، انت خلاص كبرت وفعلا لازم تشتغل وتعتمد على نفسك، وما ينفعش تقعد لي كده في البيت، وكمان ما تجيش تاني مرة تطلب مني اي مصروف، لان فعلا مرتبي يدوبك يكفي اخواتك الصغيرين. كلامه ده بالنسبة لي كان صدمة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت خلاص بقى امر واقع ولازم اتأقلم عليه. بس المشكلة هنا ازاي هشتغل واعتمد على نفسي وانا لسه في سن الصغير ده، وكمان معيش اي شهادة تسهل عليا البحث على اي وظيفة. وفي نفس الوقت كمان ما اقدرش الوم والدي، لان فعلا انا عارف اللي هو غصب عنه. المهم قعدت بيني وبين نفسي وقررت ان هكمل الدراسة، وفي نفس الوقت هدور على شغل في اي مكان واروح واشتغل. ومع الايام قعدت ادور على وظائف تناسبني مع دراستي، بس للاسف ما لقيتش اي وظيفة تناسب مواعيد الدراسة. فهنا كان قدامي حاجة من اتنين، يا اما اختار الشغل واستقل بنفسي، يا اما اكمل الدراسة. وهنا اخترت ان لازم اسيب الدراسة وادور على اي وظيفة. الموضوع ده بصراحة اثر في نفسيتي جامد جدا، لان فعلا ما كنتش حابب اسيب الدراسة خالص، بس هعمل ايه، الحمد لله اهو نصيبي كده. المهم فكرت وقلت لنفسي اصلا مين اللي هيرضى يشغلني وانا في السن ده، وفي نفس الوقت كمان معيش اي شهادة تقدر تنفعني واقدر اعتمد عليها. فقلت لنفسي بص يا انس، سيبها على الله ومع الوقت اكيد ربنا هيدبرها من عنده. فهنا ابتدت رحلتي في البحث على اي وظيفة. فكل ما اروح ادور على اي شغل في اي مكان كانوا دايما بيرفضوني بسبب سن الصغير ده، لحد ما في يوم من الايام رحت مطعم من المطاعم اللي كان موجود عندنا في المدينة وسألتهم لو في اي وظيفة متاحة عندكم. فصاحب المطعم كتر خيره رد علي وقال لي ان الوظيفة المتاحة في الوقت الحالي هي عامل نظافة، يعني هتكون مسؤول عن تنظيف الحمامات وتنظيف الصحون وتنظيف الطاولات وتنظيف المكان بشكل عام، ومرتبك هيكون 1200 درهم في الشهر. يعني حرفيا الوظيفة دي كانت أسوأ وظيفة موجودة جوه المطعم، وفي نفس الوقت المرتب كان قليل جدا بس يدوب يكفيني مصاريفي وأكل وشرب، وبما إن ما عنديش أي التزامات فالمرتب بالنسبة لي كان مجزي جدا. المهم اتوكلت على الله، وتاني يوم نزلت واستلمت الشغل، وأول ما استلمت الشغل زمايلي اللي هناك علموني كل حاجة عنه وقالوا لي انت مهمتك هنا تنظيف المكان وبس، يعني بالعربي كده ملكش اي تواصل او اي علاقة مع اي زبون، بص اعمل اكنك مش شايفهم اساسا. فكانت مهمتي انظف الطاولات بعد الزباين ما يخلصوا اكل، وكنت بقول لنفسي دايما ان ده شغل ومفهوش اي كسوف او اي احراج، بالعكس انا كنت بتقي جدا ربنا في شغلي وكنت بشتغل بكل ضمير وكل اتقان. وفي يوم من الايام لاحظت زبون من ضمن الزباين كان بيجي المطعم بشكل مستمر، فوانا بنظف الصالة في يوم لقيته بينادي عليا وبيقول لي تعالى انا عايزك. وبما ان ماليش اي تواصل مع اي حد من الزباين كبرت دماغي ومردتش عليه، فبعدها لقيته بيشاور لي وبينده عليا وبيقول لي تعالى تعالى انا عايزك. فهنا بصيت له وقلت له حضرتك بتنده عليا انا؟ قال لي اه انت، تعالى قرب تعالى. فقربت عليه ورحت له، وانا رايح له كان كل في نيتي ان اقول له حضرتك مش انا اللي مسؤول هنا، وثانية واحدة بس هندهلك اي حد مسؤول من المطعم يجي وتتكلم معاه وتطلب منه اللي انت عايزه. فلما وصلت للطاولة بتاعته سلم عليا ورحب بيا
وقال لي انت اسمك ايه؟ فبصيت كده قلت له حضرتك انا اسمي انس. قال لي بص يا انس، انا بقالي فترة بشوفك هنا في المكان، وبصراحة شغلك عجبني جدا، فايه رأيك لو تشتغل شغلانة تانية غير شغلتك دي؟ فبصيت له قلت له شغلانة تانية زي ايه يعني حضرتك؟ قال لي بص، انا عندي كافيه وكنت محتاج حد يشتغل معايا في وظيفة كاشير، بس اهم حاجة انت بتعرف تقرا وتكتب؟ قلت له اه حضرتك الحمد لله انا بعرف اقرا واكتب. قال لي طب حلو قوي، تقدر تكون جاهز من امتى؟ قلت له انا ممكن اقدم استقالتي دلوقتي لو حضرتك حابب، واكون جاهز للشغل من بكره. قال لي بس هيكون في شرط اساسي، وهو ان هيكون مرتبك نفس المرتب اللي انت بتاخده هنا. فقلت له حضرتك تمام مفيش اي مشكله، عادي طالما هيبقى كاشير مفيش اي مشكله خالص. وطبعا انا قلت لنفسي في الوقت ده ان الحمد لله جات لي ترقيه، اي نعم المرتب ما كانش عالي انما الوظيفه نفسها كانت كويسه، فارفضها ليه؟ المهم وافقت على الراتب ووافقت على كل الشروط اللي قالها لي، ورحت لمدير المطعم وقلت له بص حضرتك انا بصراحه كده عايز اقدم استقالتي وامشي. فطبعا المدير استغرب جدا وقال لي ليه كده؟ في حد زعلك في حاجه؟ في حاجه حصلت ضايقتك؟ لو في اي حاجه قول لي وانا اقدر احلها لك. قلت له لا لا حضرتك مفيش الكلام ده، الحمد لله كل حاجه ماشيه زي الفل والدنيا كلها تمام، بس الفكره كلها ان الحمد لله ربنا كرمني بوظيفه تانية احسن من اللي انا فيها دلوقتي وهشتغل كاشير. فقال لي بصراحه انت اثبتت جدارتك معانا واحنا عايزينك تكمل معانا هنا في المطعم. فقلت له بص حضرتك لو هاخد مرتب اعلى يبقى تمام. فقال لي بص بصراحه كده شغلانه التنظيف ديت ما فيهاش اي ميزه واي حد غيرك يقدر يشتغلها، فمش هنقدر نزود لك المرتب بتاعك لان هو ده اللي احنا نقدر ندهولك كل شهر. فقلت له خلاص حضرتك شكرا جدا على الفتره اللي انا قضيتها معاكم وسلام عليكم. وتاني يوم الصبح صحيت الصبح بدري واخدت بعضي ورحت على الكافيه، واول ما استلمت الشغل هناك صاحب الكافيه كان مجهز لي اليونيفورم بتاعي وعرفني على كل زمايلي وقال لي هم دول اللي هيعلموك كل حاجه تخص الشغل. فالحمد لله بفضل ربنا في خلال 10 ايام قدرت افهم كل حاجه في الشغل، وكمان قدرت اخد الطلبات من كل الزباين لوحدي، لدرجه ان في بعض الزباين كانوا بيسيبوا لي تيبس او بقشيش. بس المشكله كان في من ضمن الشروط في الشغل اللي انا فيه دلوقتي ان اي بقشيش يجي لاي حد مننا مفيش حد يقدر ياخده ليه، ولا حتى صاحب المحل كان يقدر ياخده. فكان اي بقشيش يجي لنا صاحب المحل كان بيحطه جوه صندوق اسمه صندوق الاستثمار، وفكره الصندوق ده هو من خلاله بناخد كورسات في تنميه المهارات العامه للموظفين، بمعنى ان بحكم شغلنا والتعامل مع الزباين لازم نكون على كل درايه كافيه بكيفيه التعامل معاهم. وعشان صاحب الكافيه كان مهتم جدا جدا بموضوع التطوير ده، فكان حريص انه يستثمر كل فلوس البقشيش اللي كانت بتجيلنا ويجيب لنا محاضر او مدرب كل 15 يوم يعلمنا حاجات جديدة، زي مثلا ازاي نتعامل مع الزباين وازاي نكسب ثقتهم وازاي نخلي الزبون يرجع لنا تاني وهو مبسوط. المهم بعد كام يوم الموظفين زمايلي قالوا لي ان في محاضر هيجي النهاردة بعد الشغل ويدينا دورة، ودي بصراحة كانت اول محاضرة ليا، ولما حضرتها استفدت منها بشكل كبير جدا. فكنت حريص في كل محاضرة اكتب للمدرب او المحاضر اللي بيجي لنا اسئلة كتير جدا، لدرجة ان زمايلي كانوا مستغربين جدا مني ودايما بيقولوا لي انت ليه أنس واخد الموضوع بجدية او كده. الفكرة كلها هما ما كانوش مهتمين خالص بالموضوع ده، اللي كان مكبر دماغه واللي كان بيحضر المحاضرة وينام واللي كان اساسا ما كانش في دماغه اي حاجة خالص، انما انا الحمد لله كنت ملتزم جدا 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 بالموضوع ده. فكان كل ما يجي المحاضر ويبدأ معانا المحاضرة كنت بركز معاه لأقصى حد، وكنت حريص إن أسأله كل الأسئلة اللي كانت بتخطر في بالي، وكنت بوصل معاه لدرجة إن تقريبا أنا الوحيد اللي كنت بتفاعل معاه جوه المحاضرة. المهم بعد مرور الأيام استمريت في الشغلانة دي حوالي سنتين، والراتب كان زي ما هو، بس الحق يتقال مهاراتي اتطورت بشكل كبير جدا، واستفدت بصراحة بكل حاجة وكل كلمة كانت بتتقال في المحاضرات دي. فبعد سنتين صاحب الكافيه رفع الراتب بتاعي من 1200 درهم ل 1800 درهم في الشهر، وبصراحة الراتب في الوقت ده كان مجزي جدا، لدرجة ان قدرت اساعد ابويا في مصاريف البيت وقدرت اساعد اخواتي. حتى كمان قلت له بص يا ابويا اي حد من اخواتي يخلص المرحلة الاعدادية
وعايز يكمل ثانوي دخله ثانوي وملكش دعوه باي حاجه، انا هتولى كل المصاريف اللي هتكون عليه، لان بصراحه مش عايز اي حد منهم يقع في نفس المشكله اللي انا وقعت فيها ويسيب الدراسه باي طريقه. فمن ناحيه المصاريف والدراسه بتاعتهم ما تشيلش منها اي هم خالص وسيبها على الله ثم عليا. المهم مع الوقت الحمد لله اتطورت خبراتي ومهاراتي بشكل كبير، حتى كمان وصلت لمرحله ان في بعض الزباين لما بيجوا الكافيه كانوا لازم يطلبوني بالاسم، لانهم وصلوا لمرحله ان هم ما بقوش يتعاملوا مع اي حد خالص غيري في الكافيه. فاستمريت في الوظيفه دي لمده 4 سنين، بس للاسف المصاريف زادت عليا والمرتب ما كانش بيكفي خالص. فبصراحه بما ان المرتب ما كانش بيزيد قررت ان اشوف اي شغل تاني يكون بمرتب اعلى. وكمان الدورات اللي انا باخدها في الكافيه خلاص وصلت لمرحله ان حفظت كل حاجه فيها، ووصلت المرحلة ان لو حد اساسا عرض عليا ان اروح واكون محاضر في اي مكان تاني بالفعل انا مش هتأخر وهعرف اشرح كل حاجة بكل تفصيل. وبعد ما قعدت مع نفسي وفكرت كتير في القرار ده رحت لصاحب الكافيه وقلت له بصراحة كده انا عايز اقدم استقالة وامشي من المكان. فصاحب الكافيه اول ما سمع الكلام دوت استغرب جدا وقال لي ليه كده، في حاجة ضايقتك يا انس معانا في الشغل؟ فقلت له حضرتك لا كل حاجة تمام وزي الفل، بس الفكرة كلها ان الراتب ما بقاش مجزي معايا وفي نفس الوقت مصاريفنا زادت في البيت وعايز اكيد اشوف اي راتب اعلى يكون مجزي لينا. فقال لي خلاص يا انس انا هحللك المشكلة دي وهزود الراتب بتاعك من 1800 درهم في الشهر ل 2000 درهم في الشهر، بس احنا بصراحة محتاجينك وعايزينك تستمر معانا. فهنا بصراحة كنت محرج جدا جدا منه وما كنتش عارف اقول له ايه، بس خلاص انا كنت خدت القرار النهائي ولازم امشي. فشكرته جدا على العرض الجميل ده وقلت له معلش حضرتك سامحني انا لازم امشي واشوف اي وظيفة تانية تكون بمرتب اعلى. فبعد شهرين من القعدة في البيت من غير اي شغل خالص كان في واحد قريبنا كان شغال في المدينة وكانت شغلانته عبارة عن او شغلانته شغال في مجال التطوير العقاري ومواد البناء. فاتفاجئت في يوم من الايام بيتصل عليا وبيسلم عليا وبيقول لي انت يا انس شغال ولا لسه قاعد في البيت ولا ايه ظروفك؟ فطبعا استغربت جدا من اللي هو قاله لي وقلت لنفسي هو عارف ازاي الكلام ده؟ قلت اكيد امي هي اللي قالت لحد من عائلتنا وهو اللي اكيد وصل له الكلام دوت. المهم رديت عليه وقلت له بصراحه للاسف لسه ربنا ما كرمنيش باي حاجه. فقال لي خلاص تعال عندنا في الشركه وانا هوظفك، واحنا اساسا شغالين في الرمل والاسمنت ومواد البناء، كل اللي انت هتعمله هتعبي شكاير رمل وشكاير اسمنت وتديها للعملاء وتسلمها لهم يعني فوق العربيه بتاعتهم او تحملها لهم فوق العربيه بتاعتهم. فانا بصراحه لما سمعت العرض ده شكرته جدا وقلت له كتر خيرك، بس الفكره كلها ان انا عايز اشتغل واقبض بالنسبه. فقال لي بص يعني موضوع النسبه ده بصراحه هيبقى صعب عليا، بس ما تقلقش تعال انت بس وانا هديك مرتب كويس جدا ويرضيك. وبصراحه كده انا محتاجك معايا لان ما بقتش اثق في اي حد خالص غير من الناس اللي انا عارفهم، وفي نفس الوقت كمان انت واحد قريبي وانا عارفك كويس جدا وصدقني هتساعدني كتير في الشغل. فهنا قلت بيني وبين نفسي خلاص يا عم انس طالما يعني المرتب مجزي والدنيا ان شاء الله هتبقى كويسه ايه المشكله لما اروح واجرب. فسالته وقلت له طب انت هتديني كام في الشهر؟ رد عليا وقال لي بص انا هديك في الشهر 3000 درهم وبكده انت هتكون اعلى واحد في العمال عندي في الشركه بياخد الرقم ده، لان بصراحه اعلى واحد فيهم شغال عندي بياخد 2500 درهم في الشهر. قال لي بس خد بالك واعمل حسابك الشغل عندنا صعب جدا 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 وهتطحن بص في الشغل وهتشتغل لمؤاخذه زي الحمار، فما تجيش تشتكي بعد كده وتقول لي ان الشغل صعب والراتب قليل والدنيا معايا صعبه شويه وبتاع. فاديني قلت لك وبلغتك الكلام ده كله من اولها. فقلت له بص يا عم الحاج طالما فيها 3000 درهم في الشهر يبقى انا بص دايس معاك في اي حاجه. وفعلا حضرت حاجتي وجهزت الشنط بتاعتي وتاني يوم توكلت على الله وسافرت هناك في المدينه. واول ما وصلت هناك بصراحه الراجل كتر خيره استقبلني استقبال مشرف وفي نفس الوقت قال لي اهم حاجه ان مفيش حد من العمال يعرف انك انت قريبي وما تقولش اي حد مهما كان انت بتاخد كام في الشهر. وقال لي كمان بص انا بصراحه يا انس هستضيفك عندي في البيت لمده اسبوع، بس في خلال الاسبوع ده حاول تشوف لك اي سكن في اي حته. فطبعا شكرته جدا على الاستقبال ده وقلت له بصراحه كتر الف خيرك. والحمد لله بفضل ربنا قبل ما الاسبوع ما يخلص لقيت شقه اجرتها كانت عباره عن اوضه وصاله. المهم اول ما نزلت الشغل لقيته بصراحه الشغل كان صعب جدا جدا،
وفي بعض الأحيان كنت بعبي لوحدي عربيات فوق 300 شكارة في اليوم. والمشكلة هنا إن العمال اللي معايا ما كانش عندهم أي ضمير إلا من رحم ربي، حتى كانوا كل شوية يقولوا لي يا عم أنس كبر دماغك، أنت مالك شغال بجسمك كده ليه؟ هات الدنيا شوية كده، ويعني حاول تعمل أكنك شغال وفي نفس الوقت الراتب بتاعك هيمشي، فحاول ما تجهدش نفسك كتير. والصراحة تتقال كنت مطحون جدا في الشغل، بس اللي كان في دماغي وقتها إن حاول أحلل القرش اللي ربنا رزقني بيه بأي طريقة. المهم مع الوقت خبرتي زادت في المجال ده لدرجة إن قدرت أكسب ثقة العملاء، وكان كتير منهم بيجوا ويستشيروني وبياخدوا رأيي في كل حاجة بتخص الشغل. يعني مثلا واحد منهم يجي ويقول لي والله يا أنس إحنا عندنا حتة أرض كده وعايزين نبنيها، والمساحة اللي عندنا كذا في كذا، فأنت إيه رأيك نعمل إيه؟ ناخد قد إيه رمل؟ ناخد قد إيه أسمنت؟ يعني نأسس البيت إزاي؟ نأسس المكان إزاي؟ وكده. وأنا بصراحة كنت بجاوبهم بكل تفصيلة لدرجة إن كتير منهم كانوا بيدوني تيبس أو بقشيش يعني، والحمد لله في الوقت ده البقشيش ده كان مجزي جدا بالنسبة لي. ومع الوقت الحمد لله بفضل ربنا قدرت أبني علاقات قوية معاهم. فبعد فترة رحت القريب ده وقلت له هو احنا ليه ما نوسعش التجارة علينا ونشتغل في مجال تاني؟ قال لي مجال تاني؟ زي ايه يعني؟ قلت له نشتغل في الحديد. فسكت كده اللحظة وقال لي حديد؟ قال لي بص انا بصراحة مش عايز اخش في مجال انا مش فاهم فيه، فخلينا كده في المجال بتاعنا والحمد لله الدنيا تمام. فقلت له بص احنا هنشتري حديد ونبيعه للعملاء مع الرمل والاسمنت اللي عندنا، وبكده هنقدر نكبر ارباح الشركة وفي نفس الوقت الدنيا هتبقى احسن. فسكت شويه كده وقال لي بص انا ما عنديش اي خبره في موضوع الحديد ده بصراحه، وخايف لاشتريه واجيبه من هنا وما اقدرش ابيعه بثمنه او ما اقدرش اكسب فيه وفي نفس الوقت هخسر، فعشان كده بصراحه انا مش شاغل دماغي خالص بالموضوع ده دلوقتي. فقلت له بص اديني بس اجازه بالراتب لمده شهر واحد وانا هجيب لك كل صغيره وكبيره متعلقه بالتجاره دي. فقال لي خلاص يا انس طالما انت هتنفعني في الموضوع ده يبقى خد الاجازه اللي انت عايزها ونتقابل ان شاء الله بعد شهر ويعني يحلها ربنا. فالمهم وبعد كام يوم قعدت ادور على اي شغل مع اي حد بيشتغل في الحديد، لحد ما لقيت تاجر كان شغال في المجال دوت، وفي نفس الوقت فهمته ان محتاج الشغل جامد، يعني بالله عليك انا عايز اشتغل وكده وظروفي وحالي ودنيتي وكده. قال لي خلاص هديك الراتب الفلاني. بصراحه الراتب كان قليل جدا، بس انا اصلا ما كانش في دماغي موضوع الراتب، انا كان كل همي وقتها ان اخش المهنه دي واعرف عنها كل حاجه. فاول ما استلمت الشغل عنده اشتغلت بكل طاقه عندي، وكان كل يوم اول ما يفتح المحل في الصبح يلاقيني واقف قدام المحل، وفي نفس الوقت اول ما يجي يقفل يلاقيني اخر واحد طالع من عنده. فبصراحه كان مبسوط مني جدا في الشغل. وفي خلال الشهر ده الحمد لله بفضل ربنا قدرت افهم كل حاجه متعلقه بالحديد ومتعلقة بكل حاجة جوه الشغل. وبعد ما الشهر خلاص خلص اتفاجئ ان جيت له وقلت له انا خلاص هقدم استقالته وماشي. قال لي ايه هتمشي؟ هتمشي ليه يا انس؟ انت الحمد لله شغلك ممتاز ومريحني في الشغل والدنيا معاك زي الفل وبتتعلم بسرعة، ليه هتسيبنا وتمشي؟ لو انت محتاج راتب اعلى عادي جدا انا يعني هعلي لك الراتب، وبصراحة انت يعني شخصية حلوة جدا وفي نفس الوقت انت بتاع شغل. فهنا شكرته جدا جدا على العرض بتاعه وأصريت إن لازم أقدم استقالتي وأمشي. وعلى طول أول ما مشيت من عنده تاني يوم رحت لقريبي وقلت له بص نفذ ومتسألنيش عن أي سبب. قال لي إيه؟ قلت له كده زي ما بقولك نفذ كل حاجة هقولها لك ومتسألنيش عن أي سبب ليها. قال لي طب خلاص يا أنس طالما أنت واثق في نفسك كده يبقى نشوف إيه آخرتها. المهم خدنا بعضينا تاني يوم ورحنا للمحل أو للمحلات اللي هي بتتاجر في الحديد بالجملة، ورحنا اشترينا كمية حديد محترمة، وفي نفس الوقت طلبنا مكنة بتشكل الحديد عشان تقدر تسهل علينا عملية البيع. فقريبي أول ما سمع عن موضوع المكن قال لي إيه ده مكن؟ إيه لازمته؟ إحنا هنجيب حديد بس ونبيعه، ملهاش لازمة يعني اللي إحنا نشتري مكن. فقلت له إحنا اتفقنا على إيه؟ نفذ ومتسألنيش عن إيه السبب. قال لي يا عم خلاص مفيش مشكلة هنشتري كمان المكن. المهم مع الوقت ابتدينا في التجارة دي وابتدينا نكسب ثقة العملاء، والناس بدل ما بيشتروا اسمنت وحديد بس والناس بدل ما يشتروا اسمنت ورمل بس بقوا يشتروا معاهم حديد. والحمد لله بفضل ربنا المبيعات ارتفعت بشكل كبير والارباح زادت بشكل خرافي. وبصراحه
قريبي هنا كان مبسوط مني جدا وقرر يزود لي مرتبي او الراتب بتاعي من 3000 درهم في الشهر ل 5000 درهم في الشهر. وبعدها قلت له ايه رايك نتوسع في المجال شويه ونشتغل في الخشب، فطبعا في الاول كان معترض زي كل مره. قلت له بص نفذ وما تسالنيش عن ايه السبب، احنا الفكره كلها محتاجين نجارين كويسين ونجيب شويه بضاعه اللي هو يعني الخشب، وهم هيكونوا مسؤولين عن تقطيع الخشب وتظبيطه للناس، وبكده بدل العميل ما يخش يشتري اسمنت ورمل بس، لا هيشتري اسمنت ورمل وحديد وخشب، فبكده هنعرف نوسع التجاره وفي نفس الوقت الارباح هتزيد. وبصراحه المره دي لقيته متحمس جدا بالفكره، وتاني يوم لقيته جايب كميه خشب كبيره وتعاقد مع حد من النجارين، والحد ده كان بصراحه شغله كان ممتاز. ومع الوقت وبفضل ربنا التجاره بتاعتنا ابتدت تزيد بشكل مرعب، والمبيعات كانت ضربه في السماء، ومع كل فكره تانية بقولها له والفكره دي تنجح معانا كان بيزود لي مرتبي 2000 درهم، يعني بدل ما كنت باخد 5000 درهم دلوقتي بقيت اخد 7، وبعدين من 7 ل 9 ومن 9 ل 11، وقعد مرتبي يكبر ويكبر ويكبر لحد ما وصلت ل 23000 درهم في الشهر. وبصراحه اول ما مرتبي وصل ل 17000 درهم في الشهر اقترحت عليه وقلت له احنا لازم نفتح فرع تاني لينا في منطقه لسه جديده ولسه فيها عمران جديد ويعني مباني سكنيه جديده. في البدايه كان معترض برضو على الفكره، وبعد ما حسب حسبته كده لقيته يعني وافق على الموضوع، وفعلا رحنا لمنطقه سكنيه تانيه جديده وفتحنا الفرع الجديد فيها. وعايز اقول لكم الفرع الجديد ده نجح نجاح باهر، والفضل كله بصراحه يرجع لربنا سبحانه وتعالى في الاول، وبصراحه يرجع لصاحب الكافيه اللي كان حريص جدا انه يطور من مهاراتنا. فمن ساعه ما هو ابتدى معانا ويطورنا مع المحاضرين والمدربين من فلوس البقشيش اللي احنا كنا بناخدها من العملاء، مستوايا اتحسن جدا جدا جدا، وبقيت اعرف اتعامل مع اي عميل بشكل احترافي. المهم قعدت شغال مع قريبي ده لحد ما مرتبي ما وصل ل 23000 درهم في الشهر، وكل شهر كنت حريص ان اصرف حوالي 4000 درهم واحوش الباقي على جنب، لحد ما في يوم من الايام قررت اقعد مع قريبي واقول له انا خلاص كفايه كده وهسيب الشغل وهستقيل. فهنا قريبي اتفاجئ جدا قال لي ليه يا انس هتسيب الشغل؟ لو انت عايز مرتب اعلى تاني اطلب عادي وقول لي. فرديت عليه بكل صراحه وقلت له يعني بص انا لو فكرت الف في المدينه دي من شرقها لغربها عمري ما هلاقي حد يفكر يديني 23000 درهم في الشهر. الفكره كلها ان حابب اشتغل لحالي، يعني افتح البيزنس الخاص بيا، وبيني وبينكم انا خلاص بقى عندي خبره جامده جدا في المجال ده، وفي نفس الوقت مرتبي 23000 في الشهر، ما بالك هو بيخش له كام؟ طبعا ربنا يكرمه وانا يعني انا راضي بكل حاجه وكل حاجه يعني ربنا قسمها لي راضي بيها، بس يعني لما اكون صاحب البيزنس برضو غير لما اكون موظف شغال عنده في الشركه، مش كده ولا ايه؟ المهم قريبي قعد يحاول معايا كتير ويكلم ناس قريبنا عشان يتوسطوا في الموضوع ويحاولوا يحلوه كده، ولاقي واحد يتصل عليا ويقول لي يا انس يعني حاول ترجع هناك وكده، وانت بصراحه يعني ما شاء الله عليك الدنيا معاك تمام ومساعده جدا في الشغل، انما انا بصراحه من جوايا انا عايز استقل بحالي، خلاص انا قررت ان لازم استقل بحالي وافتح البيزنس الخاص بيا. فقريبي قال لي خلاص يا ابن الحلال طالما انت مصر على رايك دوت توكل على الله، وفي نفس الوقت لو احتجت اي حاجه اي حاجه تخطر على بالك في يوم من الايام صدقني هتلاقيني واقف جنبك. فهنا شكرته جدا 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 على الثقه بتاعته وقلت له كتر خيرك وبجد مشكور على كل حاجه قدمتها لي، وبجد انا كل حاجه فيها دلوقتي راجعه لربنا سبحانه وتعالى وراجعه لوجودك جنبي ووقفتك معايا، واكيد لو احتجت اي حاجه في يوم من الايام اكيد هرجع لك تاني وهتلاقيني بتصل عليك واقول لك عليها. المهم اول ما سبت الشغل من عنده قررت ان الف على مواقع كتير لسه فيها عمران جديد ولسه في مباني سكنيه جديده، والحمد لله ربنا كرمني بمحل اجرته وابتديت اجيب عمال وبدات الشغل في المكان ده، وبفضل ربنا عشان علاقتي مع العملاء السابقين كانت كويسه، فاول ما عرفوا ان فتحت محل جديد في الحته الفلانيه لقيتهم كلهم بقى يجوا لي ويتعاملوا معايا، وبفضل الله في خلال سنه المشروع كبر جدا وابتديت اكبر معاه واحده واحده. وفي يوم من الايام وانا قاعد جوه المحل اتفاجئت ان قريبي دخل عليا فجاه
فأول ما شفته كده قمت من مكاني بسرعة ورحبت بيه وقلت له أهلا وسهلا، نورت الدنيا كلها، أخبارك إيه، تشرب إيه، اتفضل استريح شوية. بس المشكلة هنا إن لاحظته كان متضايق وكان زعلان، يعني هو ما كانش طبيعي. فقلت له خير يا أخويا، مالك، في إيه؟ رد علي وقال لي والله يا أنس، من ساعة ما سبتنا والحالة يعني المبيعات بقت في النازل والحالة اتدهورت جدا، وبصراحة كل حاجة قلت بشكل كبير، حتى ان العملاء اللي هم كانوا بيتعاملوا معنا زمان يعني لقيت بعضهم ما بقوش يجي يتعاملوا معنا زي الاول، فمش عارف اعمل ايه. قلت له طب امرني، يعني اي حاجة اقدر اساعدك بيها، انت بصراحة يعني فضلك كبير من بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا. فقال لي ساعتها بص يا انس، انا بعرض عليك عرض واتمنى جدا جدا انك تقبل العرض ده مني. فقلت له عرض؟ عرض ايه؟ اتفضل قول طبعا وانا تحت امرك. قال لي بص، ايه رأيك لو احنا ندمج الفرعين بتوعي مع الفرع بتاعك وتكون معايا شريك بنسبة 50%، وفي نفس الوقت عمالي وعمالك واحد ومحلاتي ومحلك واحد، فانت شايف ايه؟ فهنا قعدت افكر كده واحسبها وقلت انا كده كده كسبان، يعني انا عندي محل واحد وهو عنده محلين، وفي نفس الوقت المبيعات بتاعتنا هتتضاعف بشكل كبير، فليه يعني ليه ارفض؟ وحتى كمان يعني هو وقف معايا كتير، فيعني من الطبيعي ان لازم ارد له الجميل ده باي شكل من الاشكال. فقلت له بص، يعني على العموم انا ما عنديش اي مشكله خالص، واكيد موافق على عرضك واكيد موافق على اي حاجه انت هتقولها لي. واول ما قلت له الكلام ده لقيته يعني فرح جدا كده، والبسمه يعني رجعت في وشه تاني ويعني فرحان، وقال لي خلاص انت يا انس هتمسك الاداره، ولو عايزنا نفتح 50 فرع انا مش هعرضك في اي حاجه، ومش هتلاقيني بقف ضدك في الاول، يعني زمان اقعد اقول لك لا وبتاع وكده، فبراحتك عايز تاخد اي قرار حتى من غير ما ترجع لي براحتك خده وانا معاك في اي حاجه. فقلت له لا يا راجل مش للدرجه دي، يعني الدنيا ان شاء الله هتبقى يعني بسيطه جدا، ويعني ربنا ان شاء الله كده هيكرمنا ونتوكل على الله. وفعلا بعدها خدنا بعضينا ورحنا عند محامي ومحاسب ودمجنا كل حاجه مع بعض وظبطنا كل الاوراق القانونيه الخاصه بينا، وتوليت فعلا انا موضوع الاداره وهو كانت مسؤوليته التعامل مع الموظفين. والحمد لله يعني في خلال وقت بسيط قدرنا نستقر ونتوسع في التجاره، وبصراحه ربنا كان كرمه كبير جدا جدا علينا، فقدرنا ان احنا نفتح فروع جديده في اماكن تانية، وان شاء الله انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى انه هيكرمنا وهيوسع علينا وهنوصل لمراحل اكبر بكتير جدا في المستقبل. بصوا يا جماعة الخير، الدرس المستفاد من قصتنا النهاردة هو بجد اللي احنا لازم نبدأ نطور من نفسنا، واهم حاجة ما ننساش او ما نستناش الظروف هي اللي تجبرنا على التطور ده، يعني ما تجيش تفضل مستني لحد ما الظروف هي اللي تجبرك وتخليك غصب عنك تقوم وتشتغل، او غصب عنك تقوم وتاخد كورس جديد، او غصب عنك تقوم وتبدأ في حاجة جديدة. بجد يعني خليك واثق في ربنا سبحانه وتعالى انه اكيد هيكرمك وهيوسع عليك، وصدقني حاول بقدر الامكان ما تستناش اي ظرف هو اللي يجي يغيرك، حاول انت تسرع من نفسك كده ويعني تبدأ كده والله المستعان. وبرضو حاول تحط حاجة في دماغك وحاول تكون مؤمن بيها من جواك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أو إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بجد ربنا كبير، وربنا يوفقكم كده ويوفقنا جميعا. ويعني لو القصة عجبتك ما تنساش تقول لنا تحت رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك سبسكرايب والشير، وهسيب لكم هنا قصة رهيبة تقدروا تستمتعوا بيها. كان معاكم أخوكم محمد، واشوفكم على خير في قصة جديدة أمتع وأحلى بإذن الله. السلام عليكم.